في موضوع السيميوليشن في اديشنال ستيبس عشان نبدا نشغل نعمل اوبريشن للسيميوليشن موديل. في اديشنال ستيبس مطلوبه ده احنا في صفحه 53. اول حاجه give numbers to queues. كل كيو ياخد نمبر، اي كيو ياخد نمبر، مثلا ياخد نمبر 5 مثلا 6 اي حاجه، اي كيو لازم ياخد نمبر. طبعا دي arbitrary، ترتيب الارقام نفسه مش هيأثر. ترتيب الارقام الكيوز مش هيأثر في النتيجه، لكن طبعا العقل المنطق يقول طبعا الحاجات اللي بتحصل في الاول تاخد رقم 1 2 3 واللي بتحصل في الاخر تاخد ارقام بقى 20 و30. دي نمره 1. نمره 2 give full specification to activities in their boxes. نعمل full specification للactivities، يبقى حاجة number للكيوز، وبعدين full specification to activities in their boxes. ازاي؟ كالآتي. ادي البوكس، هكبره شوية، البوكس بتاع الاكتيفيتي. نعمل كده فوق تايتل، اسم الاكتيفيتي ايه؟ زي ما قلنا مثلا worker operates lathe، يبقى ده العنوان بتاع الاكتيفيتي. وبعدين هنا entity 1 entity 2. الاكتيفيتي دي عشان تتم لازم يكون فيها موجود كذا entity. على الشمال بكتب رقم الكيو اللي جايه منه، numbers of source queues. يعني الانتيتي لما هتيجي هتيجي من كيو نمبر 3، ودي لما هتيجي هتيجي من كيو نمبر 5 and so on. وعلى اليمين numbers of destination queue. ديستنيشن يعني في النهاية هتروح فين؟ بعد ما الأكتيفيتي تخلص ده هيروح فين؟ هيروح هنا، وده هيروح هنا، رقم الكيو اللي هتروح له. احنا قلنا لازم في alternation، أكتيفيتي كيو، أكتيفيتي كيو. تحت خالص نعمل estimated time، زمن الأكتيفيتي ياخد كام دقيقة أو أي وحدة، بالساعة أو بالدقيقة أو بالثانية، بكتب هنا الزمن بتاع الأكتيفيتي. إذا كان في priority، إذا كان قلنا entity ليها شغلتين، يبقى هنا في priority في البوكس هنا في الركن العلوي الأيمن. كده الفول specification بتاع الأكتيفيتي. دي نمرة 2. نمرة 3 دي استعدادات بنعملها عشان اشغل، اقدر اشغل السيميوليشن موديل. نمرة 3 prepare counters or replicas for representing all counters representing all entities incorporated in incorporated into the system. counters يعني أزرار ملونة، زي اللي بنلعب بيها لعبة السلم والتعبان والليد والحاجات دي، أزرار كده أزرق وأحمر وأخضر.
او ريبليكاز اللي هي نموذج او نماذج النجم، نماذج تشبه الشيء الاصلي. تشبه يعني مثلا بتعمل سيميوليشن للمطار، يبقى عاوز طياره، ممكن ترسم على حته كرتون ورا كرتون طياره. طياره كده وتقصها، يبقى دي طياره. اذا هذا نموذج يشبه الشيء الاصلي. دي اسهل شويه انها بتعرفها على طول، اول ما تشوفها تقول دي طياره. لكن برضو اذا ما كنتش تقدر تعمل الحاجات دي، ممكن تمثلها بزراير. يعني اتفق بينك وبين نفسك، الزرار الأزرق يعني رانوي، الزرار الأحمر يعني طيارة، وهكذا. يعني ممكن كده وممكن كده، أو ممكن حتى تكتب إيربلين على حتة ورقة كرتون وتقصها كده. إذا كنت عاوز تشغل الحاجات دي بإيدك زي ما هنشتغل إن شاء الله قدام شوية، ورقة كرتون، عشان الورق العادي اللي نكتب عليه ورق خفيف جدا، فأي هواء أو عطسة أو نفس أو حاجة ممكن يطيرها، يغيرها، يخليها تسيب مكانها. في ورقة كرتون بس ما تكونش تقيلة قوي، مش ورقة كرتون بتاعت نتيجة، ورقة كرتون زي مثلا جلدة كراس، جلدة الكراسة بتاعت المدرسة دي، تقص منها حاجات وتكتب عليها. مجرد لو قصيت كده مستطيل صغير 2 سم في 2 سم من جلد وكتبت عليها ايربلين، خلاص دي ايربلين. هنا بقى، هنا كلمة اول هنا مهمة جدا. يعني كل انتيتي له زرار منفصل او ريبليكا منفصلة. يعني افرض المطار، هتعمل تشغيل المطار 24 ساعة، بيجي مثلا 75 طيارة في اليوم، يبقى لازم 75 ريبليكا او كاونتر يمثلوا كل طيارة على حدة. ما تنفعش واحدة بس ودي تمثل كل الطيارات، لا غلط. كل طيارة على حدة لها ما يمثلها. إذا كانت المطار بيستقبل 75 طيارة، بتعمل 75 ورقة كرتون وتكتب عليهم إيربلين 1، إيربلين 2، إيربلين 3. خلاص؟ طيب، فدي مهمة جدا. طيب ريماركس، يبقى دي بديهة. حاجات في عندنا حاجة رابعة أظن، احنا قلنا دي نمرة 2 مش كده؟ دي نمرة 2 نمبرز، وبعدين ده لا، دي نمرة 3. نمرة 4 بقى بريبير حاجة بنسميها سيميوليشن ريكورد شيت. ده صفحة 54 عشان أسجل إيه؟ to for recording all steps of simulation proceed. وهو كالآتي، كما موجود صفحة 54، عبارة عن أربع أعمدة، هنعرف إزاي نستعمله. كلوك تايم، هنا كلوك تايم هيبدا بزيرو طبعا، بدايه هيبدا بزيرو طبعا، وبعدين الزمن يتقدم بقى 3 7 10 اي حاجه. بما ان لسه في بدايه السيموليشن تعمل ستارت بس، يبقى هنا ما فيش تايم وما فيش اند. ايه دي؟ في خطوه في السيموليشن اسمها تايم ستيب هتنفذها، في خطوه اسمها اند ستيب هتنفذها، وخطوه اسمها ستارت ستيب، ودي التوقيت بتاع كل خطوه. لما بتعمل خطوه بتعمل علامات صح. فالجدول ده كله كده علامات صح هنا، وهنا التايم بتاعك، الازمنه اللي بيحصل فيها.
ليه دي؟ ما دي بتفكرك انك انت تنفذ خطوات السيميليشن خطوة خطوة بدون ما تنسى خطوة. دي اسمها سيميليشن ريكورد شيت. طب ريماركس، كل دي حاجات بنفهمها ونعملها عشان هبدأ عملية سيميليشن. ريماركس، اول ريمارك واحد، entities always start in queues. ده الانيشال كود في بدايه تشغيل السيميوليشن موديل، لازم كل انتيتي تبقى في كيو. ما ينفعش السيميوليشن يبدا باكتيفيتي شغاله على طول كده، ما ينفعش، لازم كل انتيتيز تبقى في الكيو. وبعدين نبدا نشغل بقى الاكتيفيتيز. في اكتيفيتيز ممكن تشتغل واكتيفيتيز مش ممكن تشتغل. ان اكتيفيتي القاعده بتاعتها ايه؟ ان اكتيفيتي كان ستارت اف all entities enlisted in it are present or exist in their source queue. Then an activity can start if all entities كلهم enlisted in it are present in their source queues. يعني هنقول ان activity كده ده الاكتيفيتي بوكس بتاعنا، فوق فيه التايتل طبعا وتحت التايم. هنا الانتيتيز المطلوبه للاكتيفيتي دي، ودي السورس كيوز. ده هيجي من كيو نمبر 2، كيو نمبر 4، وده هيجي من كيو نمبر 7. الاكتيفيتي دي كانوت ستارت الا لما كل الانتيتي تكون موجوده في الكيوز دي. يعني الانتيتي تكون موجوده في كيو 2، هتلاقيها موجوده هناك، هتلاقي الزرار بتاعها واخد بالك، او الريبليكا موجوده في الكيو. الانتيتي موجوده في كيو نمبر 4، والانتيتي موجوده في كيو نمبر 7، هتلاقي الزرار بتاعها هناك. لو الثلاثه دول موجودين هنا وهنا وهنا يبقى دي كان ستارت. اذروايز لو واحده بس مش موجوده في مكانها هنا يبقى دي كانت ستارت. يبقى دي قاعده مهمه جدا. An activity can start if all entities enlisted in it are present in their source queues. هدول قاعدتين بتوع التشغيل. طيب procedure بقى of operation of a hand simulation model. صفحة 55. اول حاجه بوت، طبعا بتعمل النموذج وبتعمل الشيت اللي هي الريكورد شيت. بوت انتيتيز ان ذير انيشال كيوز. دي قلنا السيميليشن يبدا بكل الانتيتيز موجوده في كيوز، فكل انتيتي تبقى في كيوز في الانيشال كيو بتاعها حسب الانيشال كونديشن. Put in their effect. وبعدين conduct، نفذ بقى conduct، شغل simulation procedure by by executing تنفيذ uh,
the phases time end start time end start time ان في فيز اسمها ستارت فيز اللي هي خطوات معينه تايم فيز اللي هي اند فيز ان اوردر وذ ذا هيلب اوف ذا ريكورد شيت in order. التايم فيز عندك بقى تفاصيل مش هكتبها لانها طويله قوي. تايم فيز ستارت فيز تفاصيل كتير وبعدين تايم فيز وبعدين اند فيز. نقراهم مع بعض كده وبعدين هننفذهم في اكزامبل عشان نفهم بهذا الترتيب. وبعدين ثلاثة repeat repeat السايكل دي as many times as needed. هتكرر الدورة دي start time end وهتكرر تاني start time end repeat عدة مرات as needed. يعني مثلا المطار انت هتشغله مثلا ما فيش طيارات بالليل يمكن ولا من الساعة مثلا 5 الصبح للساعة 1 بالليل مثلا. فتشغل اذا السايكلز دي لغاية من 5 الصبح ل 7 ل 1 يعني وات ايفر يعني. فمسألة ترافيك مثلا مرور في مدينة الزحمة تبدأ مثلا أو مرور تبدأ الساعة 6 الصبح مثلا لغاية الساعة 12 بالليل. فيعني as many times as you need. اوكي تعال نقرا بقى الستارت فيز تفاصيلها ايه والتايم فيز والاند فيز. نقرا مع بعض صفحة 55 الستارت فيز. تيك اكتيفيتيز 1 باي 1 وإذا كان في priorities يبقى خدوا priority في اعتبار يعني priority 1 قبل priority 2. شوف هل ممكن تبدأ ولا ما تبدأش. See whether conditions for start are satisfied. كل activity ممكن تبدأ ولا لا. إزاي ممكن تبدأ قلنا لما يكون الـ entities دي كلها موجودة موجودة في source queues يبقى دي ممكن تبدأ. أوكي يبقى ممكن دي تبدأ دي ما تبدأش دي تبدأ. ممكن عدة activities تبدأ مع بعض يعني مش لازم واحدة بس ممكن يبدأ. خلاص طيب لو في واحدة ممكن تبدأ تعمل ايه؟ if yes move entities into box. هات الانتيتيز دي افرض انا عامل لها زراير مثلا. اوكي زراير ايربلين مثلا رانوي مثلا حاجة زي كده. تجيب الزرار دي تحطها ايه؟ ممكن تحطها طبعا على السبورة مش هقدر احطها فوق لكن انت وانت بتعمل على ورقة باستخدام الزراير او الورق الكرتون تجيبها تحطها ايه فوق البوكس دي عشان دي دول شغالين جوه هنا في الايه في البوكس دي. يبقى put if yes move entities into the box وبعدين write down the expected end time. احنا عندنا الريكورد شيت كده تايم اند ستارت كلوك دي مفيش دلوقتي انا شغال دلوقتي في دي دلوقتي تايم زيرو. اوكي دلوقتي الساعة كام؟ الساعة زيرو والاكتيفيتي دي عايزة مثلا ايه؟ 9 يبقى زي دي هتنتهي تايم 9 روح كاتب تايم 9 يعني. يبقى هتزود الكلوك تايم اللي انت فيه دلوقتي زائد الاكتيفيتي تايم يبقى دي لما تخلص اكسبكتد اند تايم انت الساعة 9 تروح عامل 9 جنب تكتب 9 جنب البوكس ما تقدرش تكتبها جوه هنا. If yes, move entities into the box. Write down the expected end time beside the box. جنب البوكس. كده خلصت.
تمسك الاكتيفيتي التانية ممكن تبدأ نفس الكلام، والتالتة والرابعة لغاية ما خلاص كله بدأ وعملت الحاجات دي تروح عامل صح. يبقى انا كده خلصت ايه الستارت فيز. طيب التايم فيز، التايم فيز هي تحديد النكست نمبر يكتب هنا في الكلوك. دي تتعمل ازاي؟ تشوف عندك ثلاثة اكتيفيتي شغالة، واحدة تنتهي 9، واحدة تنتهي 12، واحدة تنتهي 7. اول واحدة تنتهي دي يبقى ما فيش حاجة هتتغير الا لما تيجي دي تنتهي وتحصل احداث اخرى. يبقى اكتب يبقى اذا اول واحدة هتخلص اروح كاتب الزمن الانتهاء بتاعها هنا، يبقى this is next، اروح عامل صح. يعني العملية دي مجرد ايه الرقم النكست كلوك تايم اللي اكتبه في العمود ده، دي اسمها العملية التايم. تجيبها ازاي؟ شوف كل اكتيفيتي اللي شغالة دي تنتهي امتى، تنتهي امتى، تنتهي امتى، اقل زمن منهم اللي هو يحصل الاول تروح كاتبه. نقرأ كده مع بعض. تايم فيز، nothing will change until an activity comes to an end. مفيش حاجة تتغير لما activity تخلص. See which activity ends first. اللي هي دي. Write this time down in the clock column. أنا عملها في clock time. خلاص خلصنا. تعمل علامة. اوعى تنسى علامة الصح دي. لان هي دي اللي بتنظم لك تنفيذ عملية الاشياء. لو نسيت تكتب صح تلاقي نفسك تلخبطت خالص. اوكي. طب ايه بقى الاند فيز؟ شوف مين اللي هتخلص الساعة 7 دي اللي هي دي. اوكي. على فكرة ممكن بالصدفة تو اكتيفيتي تخلصوا في نفس الزمن. يعني دي صدفة. ما يجراش حاجة. يبقى دي تتنفذ عملية الاند هنا وعملية الاند افرض واحدة تانية كمان. ما فيش مانع برضه اتنين خلصوا 7. يبقى العملية تتنفذ هنا وتتنفذ هنا. بتقول ايه بقى العملية دي؟ نقرا مع بعض الاند فيز. See which activities end at the shown clock time اللي هو السبعة دي. نفرض واحدة أو اثنين أو أكتر. For each one dispatch يعني ابعت all entities to their destination queues. هنا عندك الزراير هنا اللي شغالين فيها. دي اللي قلنا لما تخلص تروح هنا ودي هتروح هنا. ابعت بقى دي للايه الكيو بتاعها رقم كذا، ده رقم كذا. كل واحدة تروح للديستنيشن كيو بتاعها حسب رقم الكيو اللي مكتوب هنا. Dispatch or entities to their destination queues. خلصنا. امسك التانية. خلصتها. يبقى انا كده خلصت عملية اللي. يبقى this is one complete cycle. ابدأ السايكل تاني. Start. شوف مين حسب الوضع الجديد بقى. مين الاكتيفيتي اللي ممكن تبدأ. طبعا الاكتيفيتي اللي هي شغالة اوريدي ما تقدرش شغالها تاني. يعني دلوقتي انا زمن 7 دلوقتي واخد بالك. ودي هتخلص 9. طبعا ما دي شغاله ما اقدرش اشغلها تاني. يبقى انت يبقى اذا الستارت هنا الاكتيفيتي اللي ما كانتش شغاله شوف ممكن بقى تشتغل ولا لا، لان الوضع اتغير. في انتيتيز اتغير مكانها من هنا لهنا. اوكي ريبيت بقى العمليه. فتبص تلاقي الجدول ده عمال ايه يتملي. هنا النكست طبعا اند هيكون 9 مش كده؟ يبقى 9 12 لغاية مثلا 420 دقيقة واتيفر يعني. بس خلاص هنا مفيش حاجة. هنا مفيش حاجة طبعا لأن السيميوليشن خلص خلاص مفيش ستارت تاني. يبقى كده عملية السيميوليشن انتهت. فالجدول ده ما فيهوش حاجه، ده عباره عن صح صح صح. ده بيفيدك في بينظم لك عمليه تنفيذ السيميوليشن. طب فين الحل بتاع المساله؟ يعني ايه اللي استفدته من الجدول ده؟ طبعا الجدول ده بيفيدك في تنفيذ عمليه السيميوليشن. ايه بقى نتيجه هذه؟ احنا قلنا بتعمل ترايل اند ايرور، بتجرب حل معين وتشوف النتيجه. في شيت تاني مصاحب للشيت ده، ده اسمه ريكورد، سيميوليشن ريكورد. السيموليشن ريزلت عاوزه شيت تاني.
from another sheet. Recorded step by step, يعني ماشي مع clock time indicating. Queue lengths. كل كيو عندك كيو 1 2 3 كل كيو متكركب عليه كم زرار واخد بالك مدير الانتظار واخد كيو لينثز ات ايتش تايم ويتنج تايم اوف ايتش انتيتي بيفور ري اكتيفيشن عندك انت زرار خلص من الاكتيفيتي ودخل الاكتيفيتي فبيخش على الكيو انتظر قد ايه لغايه ما دخل في الاكتيفيتي الثانيه واشتغل ثاني يبقى ويتنج تايم يبقى كيو لينثز دي اول حاجه ويتنج تايم اوف ايتش انتيتي بيفور ري اكتيفيشن في عده انتظارات كل يعني الانتيتي الواحده بتخش 5 6 7 اكتيفيتيز كل اكتيفيتي بتقف قدامها تنتظر في الكيو بتاعها زي ما احنا عارفين اللي في ايه في كيو كده فلازم دي تنتظر ما تخشش كده على طول لازم تنتظر انتظرت قد ايه اتعرف وانت شغال السيميليت تعرف دخلت امتى في الكيو ده وخرجت امتى دي بيعملها واحد اوبريتور تاني يعني ما ينفعش الشخص اللي بيعمل السيميوليشن الريكورد اللي هو العمال يشتغل كده واخد بالك ما ينفعش اللي بيعمل دي يعمل دي مش ممكن صعبه جدا صعب جدا جدا هيتلخبط لازم اثنين واحد يعمل اوبريشن والتاني جنبه عمال يسجل كل حاجه دي دخلت امتى في الكيو ده خرجت امتى في الكيو ده انت سو واخد بالك يعني وات ايفر اي ريزلتس عاوزها ايدل تايم اوف ممكن ايدل تايم of entities and the entities نوعين for each customer entity عندي الانتيتي كاستمر وعندي انتيتي سيرفر واخد بالك زي مثلا مطار الطياره هي الكاستمر الران واي هو السيرفر ودي انتيتي ودي انتيتي عادي دي اسمها انتيتي وليها زرار مكتوب عليه اير بلين ودي انتيتي زرار مكتوب عليه ران واي ف الايدل بالنسبه للكاستمر اسمه ويتنج تايم بالنسبه للسيرفر اسمه ايدل يعني عندك عندك سيرفر ما بيشتغلش ايدل برضه عاوز اعرف ما بيشتغلش قد ايه هل الايدل بالتايم بتاعه كبير قوي ولا ايدل تايم صغير كل دي معلومات مفيده واخد بالك ديليفري تايم فور ايتش ايفر انا مثلا مصنع او ورك شوب اذا كان ده مصنع او ورك شوب المفروض تخلص مثلا جوبز معينه وتسلم في تاريخ معين فشوف خلصت امتى خلصت دخلت على مثلا مخرطه وفريزه ومكشطه وتسقيب وجرايندنج وكل حاجه وخلصت وتشطبت خلصت امتى ودي ده الدليفري تايم او الفينش تايم ده الفينش تايم الفينش تايم فور ايتش جوب والديلي انا كنت متفق متعاقد ان دي تخلص في زمن كذا فيا اما خلصت بدري يا اما خلصت متاخر انا ممكن يبقى في غرامات تاخير فلازم احسب كل المعلومات دي بتطلع من السيموليشن وهو شغال ستيب باي ستيب وتايم باي تايم واحد بيعمل السيموليشن ويركز عليه وواحد تاني جنبه عمال يسجل كل المعلومات دي اللي بتطلع من الاسم دي عاوزه شيت تاني مجاور للشيت ده واشتغلوا بعيد عن بعض يعني قصدي الشيت ده غير الشيت ده بس التايم بتاعهم واحد يعني الكلوك تايم يعني ده ريزلت شيت
ده ماشي برضو تايم ايه ماشي العمود التايم ده هو الكلوك هنا العمود التايم ده هو التايم ده بس ده بيسجل حاجات تانية بقى بيسجل الكيو لينثز وويتنج تايم وايدل تايم وكل الحاجات دي كلها صعب جدا الواحد يعمل الاثنين صعب جدا لان عاوزه تركيز الحاجات دي عاوزه تركيز شديد جدا و ما تستهنش بيها يعني مثلا وانت في وسط السيموليشن ما تروحش مثلا تشرب او تتغدى مثلا ترجع ده نفسك مش عارف تكمل يعني لازم تبقى مركز تركيز شديد جدا ما تستخدمش ورق خفيف انك تعمل الريبليكاز او الكاونترز لان اي هواء من الشباك او حاجه هيطيرهم لازم تعيد السيموليشن من اول فالحاجات دي عاوزه تركيز شديد جدا دلوقتي هنعمل اكزامبل هننفذ عمليه سيموليشن على فيري سمبل موديل بتاع المذر فيدينج بيبي كمثال محلول operation of mother bottle baby model عندك صفحة 55 و56 ادي هشيل منه السكول سايد عشان التعقيد فانا عندي هنا mother في ابسط صورة mother fills bottle وهنا مادر ايدل ده طبعا كيو وده اكتيفيتي بس طبعا هكتبها ايه مظبوط بقى هكتب فول سبيسيفيكيشن مش هينفع كده مش هينفع تعمل فول سبيسيفيكيشن مادر فيلز بوتل ده العند تايتل مفيش برايورتي مفيش شغلانه ثانيه للمذر دي عاوزه مذر وعاوزه بوتل عشان الاكتيفيتي دي تشتغل عاوزه مذر وعاوزه بوتل التايم اي حاجه ليكن مثلا 3 مينتس مثلا هنا هدي رقم للكيو ده كيو نمبر 1 اوكي مذر هنا بيبي درينكس الاكتيفيتي الثانية هنا بيبي درينكس فروم بوتل مفيش برايورتي بيبي وبوتل والتايم نفرض ان التايم مثلا 7 مينت هنا بوتل ويت فول وهنا بوتل ويت امتي هنا بيبي ويت لما البوتل تخلص بيبي ويت طبعا دلوقتي ما عنديش مكان دلوقتي للتيبل ندي ارقام هنا 1 هنا 2 كيو ده نمبر 2 وده نمبر 3 وده نمبر 4
المذر لما هتيجي هتيجي من كيو 1 ولما تخلص هتروح كيو 1 برضه. البوتل هيجي من كيو 4 ويروح كيو 2 يجي فاضي ويتمين يروح كيو 2. هنا البوتل هتيجي من 2 العكس تيجي مليانة وتروح فاضية. البيبي هيجي من 3 وهيروح 3. كده عملنا فول سبيسيفيكيشن. بس دلوقتي عارفين الجدول بتاعنا هنحطه هنا مثلا. تايم اند ستارت كلوك المفروض اعمل له سبوره صغيره شويه. هنبدا السيموليشن. فين بقى ال 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 المذر؟ هنا المذر هنا تبدا بكيو ده زرار عليه حرف ام يبقى دي مذر. اوكي. وهنا بيبي هيبدا هنا ده زرار عليه حرف بي يعني ده بيبي. البوتل هتبدا فاضيه طبعا يبقى البوتل هنا نسميها بوتل تبدا حرف البي برضو نسميها تي مثلا بوتل اي حاجه يعني. اوكي. يبقى كده دي الانيشال كونديشن المذر في الكيو ده والبوتل فاضي في الكيو ده والبيبي منتظر في الكيو ده. نيجي نعمل السيميوليشن. مين اللي ممكن تبدا دلوقتي؟ هل البيبي موجود في 3؟ اه موجود في 3. هل البوتل موجوده في 2؟ لا مش موجوده في 2 يبقى دي ما تبداش دي. هل المذر موجوده في 1؟ اه موجوده. هل البوتل موجوده في 4؟ اه موجوده يبقى دي ممكن تبدا. خلاص. طيب هات الزراير فيها دي اللي هي الستارت وتحطها فوق هنا. بس طبعا هلخبط. هات المذر هنا والبوتل هنا تحطهم فوق هنا واخد بالك. اوكي. اكسبكتد اند تايم دلوقتي تايم 0 ودي عاوزه 3 يبقى 0 زائد 3 يبقى 3. كده خلصت التايم خلصت الستارت. اوكي. طيب التايم ستيب هنا شوف انهي اكتيفيتي هتخلص الاول. دي ما اشتغلتش دي اشتغلت هتخلص 3 يبقى اذا النكست تايم 3. اوكي. تابع الامر صح. انت مين اللي هيخلص 3 دي؟ اعمل ايه؟ ودي الانتيتيز في الناحيه اليمين بقى اللي هي الارقام دي. فالمذر هتروح ل 1 الزرار ده يجي هنا والبوتل هيروح ل 2. اشطب ما تنساش تشطب الرقم ده. يبقى كده خلصنا الان. مين ممكن يستارت؟ دي مش ممكن ستارت لان البوتل مش موجوده في 4. دي ممكن ستارت لان بيبي موجود في 3 والبوتل موجوده في 2 يبقى دي ممكن ستارت. هات الزراير جواها. اكسبكتد اند تايم دلوقتي الساعه 3 ودي عاوزه 7 يبقى 3 زائد 7 يبقى تخلص. لو بدات 3 هتخلص 10 يبقى ده الاكسبكتد اند يبقى ده الاكسبكتد اند تايم. يبقى كده خلصت ايه؟ الستارت. يبقى هعمل علامه صح. طيب مين هيخلص الاول؟ دي هتخلص تايم 10 يبقى خلصت الايه؟ خلي بالك دي سطر واحد كده. علامه الصح دي في نفس السطر بتاع الايه؟ التايم. مين اللي هيخلص 10 دي؟ اعمل ايه؟ ودي الزراير في الديستنيشن. البوتل تروح 4 والبيبي يروح البوتل هيروح 4 والبيبي هيروح 3. اوكي. اشطب الزم يبقى خلصت انا ايه؟ الاند. ستارت مين ممكن ستارت؟ دي مش ممكن ستارت لان البوتل مش موجوده في 2. دي ممكن ستارت. المذر موجوده والبوتل موجوده يبقى هات الزراير هنا. اكستيميتد اند تايم دلوقتي الساعه دلوقتي 10 ودي عاوزه 3 يبقى هتخلص في 13. اوكي. وهكذا يبقى خلصنا الستارت. النكست تايم 13 لان دي مش شغلتش دي هتخلص 13 يبقى النكست تايم
13 يبقى خلصت التايم. الاند هنيجي لو تخلص في 13 ابعت الزراير، المذر تروح هنا والبوتل تروح هنا واشطب الزمن وهكذا. مين اللي ممكن؟ يبقى كده خلصنا. شوف انا نسيت اعمل علامه صح، لازم تعمل علامه صح. مين اللي ممكن ستارت؟ دي ممكن ستارت، هات البيبي والبوتل هنا. اكسبكتد انت دلوقتي الساعه 13 ودي عايزه 7 يبقى 20 يبقى خلصت وهكذا. تكرر بقى as many times as required. الشيت الثاني بقى اللي هو اللي بيسجل حاله السيستم، الانتظار والكيو لينثز والايدل. هنا مثلا البيبي هو الكاستمر مش كده، والمذر هو السيرفر. فالانتظار بيظهر المذر اسمه ايدل تايم، والانتظار بالنسبه للبيبي قاعد هنا منتظر اسمه ويتنج تايم لانه كاستمر وهكذا. خلاص كده خلصنا. ناخد اكسرسايز بقى بتاعنا، هو صعب شويه انا هغششك. مش هنعمل اوبريشن، هنعمل مجرد كونستراكشن اوف ذا موديل، يا دوب كده على قدنا واحده واحده. المره دي هناخد اكسرسايز بتاعنا كونستراكشن اوف ا موديل، والمره الجايه ان شاء الله ناخد بقى اوبريشن اوف ا موديل. اكسرسايز problem 1 construct a model, a simulation model. موجود عندك في صفحة الاكسرسايزز ورا، مش فاكر صفحة كام. تعرف انا بعدل، بحب اعدل دايما صفحة 69. صفحة 69 اكسرسايز 1. بس انت دايما عارف ان انا بغير في الاكسرسايز علشان بما يناسب الحالة الوضع الجديد، او عشان ما فيش طالب يجيب ريبورت من طالب بالسنة اللي فاتت وينقل منه، بحب اغير. لما كونستراكت سيميوليشن موديل فور سمول ايربورت for a small airport having one runway used for takeoff and landing. Takeoff كلمة واحدة and landing، يبقى عندي one runway takeoff and landing، one taxiway. طبعا المطارات الحقيقيه طبعا فيها كذا تاكسي واي، طبعا فيها كذا ران واي، بس يبقى النموذج معقد جدا. ده اوريدي معقد، اللي هو البسيط ده. One runway used for take off and landing، one taxi way، one parking area اللي هي for boarding and onboarding. المكان بتقف فيه البارك بسميه باركينج اريا. الطيارة اولا بينزلوا الشنط القديمة، اذا كان جاي من بره يعني، الشنط الركاب اللي جوه، بينزلوا الركاب اللي جوه والشنط اللي جوه وبواقي الاكل والصواني بتاع الاكل بتاعهم هنسوقهم، والتراش بتاعهم كله بينزل، وبعدين يبدأوا يحطوا الشنط الجديدة. ده بقى البوردينج، ده في ان بوردينج وفي بوردينج. يحطوا الشنط الجديدة والركاب الجداد يطلعوا ويحطوا الاكل الجديد. كل العمليه دي بتتم في حته اسمها الباركينج اريا فور بوردنج اند بوردنج، وبعدين وان سيرفيس اريا. نفترض انها منفصله عن البارك، ممكن يهم الاثنين واحد، اللي هي بتاخد فيها الوقود الجديد، بتتنضف فيها، يحصل انسبكشن كشف سريع على المحرك في اي حاجه مش مظبوطه، اللاندنج جير اتخبطت خبطه جامده ولا حاجه بيشوفوها، انسبكشن سريع. الحاجات دي كلها بتتم، ممكن تبقى منفصلة عن الباركينج اريا، ممكن تبقى هي نفس الباركينج اريا، بتتم كل العمليات مرة واحدة. يعني ناس شغالة كده وناس شغالة كده مع بعض.
اوكي. بس النموذج ده كده اتهالك انه سهل، ده صعب كده. انا هرسم لك، هغششك الحل بتاعها اهو، لو نقدر نشوف النموذج الكامل. شافه معقد شويه، تستغرب ان مطار بسيط كده فيه 1 ران واي و1 تاكسي واي و1 باك اير، يبقى فيه كل التعقيد ده. انا عامله هنا كده باختصار، انت هتعمله بالتفصيل، ولذلك الورقه الصغيره دي A4 مش هتكفي، انت تعمله على A3 اللي هو ضعف الحجم ده. تعرف لما تجيب اتنين ورقتين A4 جنب بعض يعملوا ورقه A3، وعاوز كل التفاصيل. تعال بقى، طبعا هو المفروض يتعمل كده، بس انا عشان السبوره افقيه هعمله لك كده. البدايه هغششك يعني، بس انت هتعمل كل التفاصيل. البدايه من الاوتسايد وورلد، الطيارات بتيجي من الاوتسايد وورلد. يبقى عندي هنا كيو الاوتسايد وورلد، انت هتدي له رقم. انا التفاصيل دي انت اللي عملها بقى، اوكي. هنا جنريشن اوف ارايفل، كل طياره ليها توقيت معين في الوصول، هروح حذف لك ايه كل توقيت، هروح حذف لك طياره، اوكي. هنا ايركرافت ويتس، مفيش طياره كده تنزل على طول، لا تستنى تاخد الاوامر. هتنزل ولا لا؟ ايركرافت ويتس. الران واي فاضي ولا لا؟ ده هنا الران واي ايدل لانه سيرفر، يبقى الكيو بتاعه ايدل، هو ران واي واحد بيشتغل الناحيه دي تيك اوف سايد، الناحيه دي تيك اوف سايد، والناحيه اللي تحت دي لاندنج سايد. فممكن يشتغل كده ايركرافت ان اكتيفيتي، ايركرافت تيكس اوف فروم او اون ران واي، ممكن يروح كده، وايركرافت لاندز اون، ده له شغلتين، اوكي. ممكن يشتغل تيك اوف، ممكن يشتغل الناحيه دي لاند. السهم اربيتري ممكن يلف كده او يلف كده، ما اقراش حاجه. انا عاملها دي مستطيل، انت عاملها بالتفصيل بقى، تايتل وانتيتيز هيجي منين، هيروح فين، والتايم، سيب التايم فاضي. هنا في برايورتيز، خلي بالك، لان فاهم حاجه بتشتغل شغلتين. طبعا اللاندنج تاخد برايورتي اول، والتيك اوف ياخد برايورتي 2. اوكي، خلصت لاندنج، يبقى ايه؟ لازم ايركرافت ويتس، يبقى دي تاخد مثلا كيو نمبر 1، دي كيو نمبر 2. هنا ايركرافت ويتس، مفيش حاجه كده اكتيفيتي تخش على اكتيفيتي ثانيه، لازم يكون في اكتيفيتي كيو، اكتيفيتي كيو، اكتيفيتي كيو. ايركرافت ويتس هنا بقى التاكسي واي ايدل جوه، يعني الكيو بتاعه هنا، واخد بالك؟ الكيو بتاع الطياره هنا، الكيو بتاع الران واي هنا، والتاكسي واي هنا. ممكن يشتغل تيكينج اوف ايركرافت يوزز تاكسي واي، ادي الاكتيفيتي بتاعتها. وهنا لاندنج ايركرافت يوزز تاكسي واي، اشتغل كده واشتغل كده. طبعا لازم تكتب تفاصيل بقى كامله، تايتل وبتاع. اظن برضه هنا في برايورتي، اعتقد برضه لو الاثنين بيتخانقوا وعاوزين هنا تخش كده، واخد بالك؟ هنا بقى ايركرافت ويتس عشان يخشوا الباركينج، يبقى دي كيو نمبر 4، واخد بالك؟ هنا ايركرافت
ويتس هنا aircraft هنا هنا حاجتين هنا عشان تشتغل عاوزة two entities aircraft و taxiway هنا aircraft ويتس تخلص من التاكسي تخش على الرانواي فايركرافت ويتس وهنا رانواي ايدل ويتس الاثنين دول هنا عاوزين حاجتين الايركرافت والرانواي عشان هنا عاوزين حاجتين الايركرافت والتاكسي واي هنا الايركرافت والتاكسي واي زي دي بالظبط اظن لما تلف هتبقى دي 13 ودي 12 دي هتبقى 13 هنا دي برضو بعد ما تيك اوف تروح لايه الاوتسايد وورلد دي هتبقى 13 اظن الفل موديل دي 12 الحته دي بقى هكملها انا ايه همسح دي واحط الحته التكمله اللي هنا نعم الاثنين دول برضه ياخدوا ارقام صح الران واي اه بالظبط كده عندنا ارقام دي تبقى 3 كل كيو ياخد رقم دي 4 سي 3 5 لان دي خدت 2 3 4 دي 2 دي الران واي هنا 1 2 3 يبقى دي 4 ودي 5 صح ودي 6 الكيو دي ياخد ارقام برضه ممكن تاخد اي ارقام يعني دي الاول وده دي زي ما انت عاوز احنا ماشيين بترتيب المنطقي بتاع الاستخدام يعني 2 وبعد 3 وبعدين 4 وبعدين 5 وبعدين 6 خش على الباركينج يبقى حتة الباركينج بقى ايه؟ بس الباركينج في حد ذاته ارميتر يعني لو حد رقم بطريقة مختلفة هيوصل لنفسه ما يجراش حاجة تحب ترقم بس وانت بقى بتكتب الليستنج جوه هنا بقى ارقامك هنا تمشي مع الارقام اللي انت ايه اللي انت كاتبها هنا همسح الكلام ده ونكتب لو انا داخل بقى على الباركينج باركينج هنا aircraft ويت دي اللي هو كان هناك دي كانت نمرة ايدل ودي هتاخد الرقم 7 شغال برضو هنا taking up aircraft uses parking اوكي اشتغل فوق وهنا aircraft landing aircraft دي تفريغ ودي ايه شحن هنا تفريغ وهنا شحن دي uses parking تيك اوف aircraft ويتس دي اظن احنا كده وصلنا 8 وهنا هتبقى 11 على ما اعتقد دلوقتي احنا وصلنا للباركينج ايدل هتخش على السيرفيس دي نمره فادي النموذج كملناه اهو الايركرافت خلصت من الباركينج هتروح السيرفيس اريا سيرفيس فاسيليتي هنا ايدل هنا ارايفنج ايركرافت تيك سيرفيس بتاعتها هنا ما فيش برايورتي لان هنكمل اوكي بعد كده ايركرافت ويست خش بقى جنريشن اوف ايركرافت الدنها متخزنه هنا لغايه ما يجي ميعاد الاقلاع بتاعها ممكن تقلع على طول او ممكن تستنى مثلا لما يجي ميعاد الاقلاع بتاعها الساعه 7 بالليل تستنى هنا لغايه جنريشن ايركرافت يجي الديبارتشر بتاعها تطلع هنا ويتس وتخش على الباركينج هنا عشان تحمل بقى الشنط الجديده
والركاب الجديده والاكل الجديد. الاكل ما بيبقاش هنا على فكره عشان ما يبصش يعني، هنا تنظيف سيف فاسيلتي، تنظيف الطياره، اعاده شحنها بالوقود، كشف سريع عليها انسبكشن في اي حاجه حصلت عن سواء. هنا بقى باركينج البوردنج بتاع الركاب والاكل بتاعهم، وتخش بقى تكمل الجزء اللي احنا كنا عاملينه. هتلاحظ ان هنا السيرفيس فاسيلتي شغاله على الارمينج كرافت بس، مش شغاله هنا، ما انا خلاص هنا الطياره خدت الخدمه، تاخد خدمه تاني ليه؟ تخش على طول على تحمل في الباركينج عشان تمشي. فهنا مفيش غير ناحيه واحده شغاله، مفيش هنا برايورتي. وهنا جنريشن اوف ايركرافت ديبارتشر. مطلوب بقى منك كومبليت موديل وذ فول اكتيفيتي سبيسيفيكيشن، كل اكتيفيتي من دول سواء دي او دي او دي او دي، فول تايتل برايورتي انتيتيز، جايه منين، هتروح فين، جايه منين هتروح فين، والتايم سيب التايم، اكتب تايم بس سيبها فاضيه. اوكي، يتعمل على اي 3 شيت عشان تبقى كبيره شويه. اي 3 شيت اللي هو عشان تبقى كبيره، عشان تبقى واضحه التفاصيل دي، تبقى واضحه. اوكي، يبقى كده انتهت المحاضره دي. شكرا.